رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة إعلام، انطلقت فعاليات ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال في الدورة الثالثة، تحمل جلسات نقاشية ودورات تدريبية بالإضافة إلى الخطاب الملهم. تكلم حول متطلبات القنوات الخدمية الشاملة في مراكز الاتصال وأساليب التوجيه الصحيح في ظل ارتفاع معدل الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى تحولات مراكز الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي العاطفي، إضافة إلى الابتكار في البيئات الرقمية لمراكز الاتصال. تكلمت ورشات العمل حول آليات البيانات وتحليل البيانات في مراكز الاتصال وآليات التواصل الفعال في مراكز خدمة المتعاملين. يقدم الملتقى كثير من التجارب والشركات المتخصصة في مجال مراكز الاتصال من حيث شركات التدريب أو شركات المتخصصة بالموظفين العاملين في مجال مراكز الاتصال.